هذه آلة كابينج. مرة ثانية كابينج اللي هو آلة التغطية. هنا توضع الأغطية. شوف ما شاء الله تبارك الله سمكة هذا قديش. هنا توضع الأغطية نفس الطريقة اللي أول، بس هذه العلب أكبر، علب زي علب الفشار هذا، زي العلب هذه اللي بالشكل ذا، علب أكبر شوية يعني ممكن ذي 8-9 لا 10 سنتي تقريبا، 10 سنتي. هذا الغطاء، شايفين الغطاء هنا؟ هذا الغطاء ها، تنزل الأغطية هنا وتتقفل هنا، يوضع الغطاء يتقفل هذا هنا، يوضع الغطاء ويندفب ذا عشان يثبت، وبعدين يوصل لهذه هنا، وهنا اللي تبرم عشان تقفله. This is for the ceiling. Capping. I mean this is here the lid will drop. Yeah. The lid will drop and this one push the lid here. Yeah. Then it goes there for the screw. Yes. Capping. Yeah. So, هذا اللي يبرم هنا. Yeah. Screw driving. Yeah, so but why you have two? To increase the speed. So two bottles one time. Yeah. Okay. هذه اثنين اثنين. يعني كل واحدة ذي لحالها تضغط وتبرم. فاثنين مع بعض عشان زيادة سرعة الانتاج. هذه هذا المنتج. ايش ما يكون المنتج يعتمد على الخط اللي قبله، اللي هو خط التعبئة. هذه واضحة من هنا، هذه تمسك البطل او القارورة اللي هو بالانجليزي البطل، هذه تمسكه هنا وهذه تنزل عليه تقفله.